بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بالميقات ولا وصلنا الكعبة الشريفة، والأمر اليوم يروح المرحومة عليا حسين هاشم زوجة صبح الدكاك أبو محمد رحمه الله، أنسها الله، عوض الله الجنة، اللهم ارفع إليها واجعلها نورا بسيف يديها يا رب العالمين. بسم الله والله أكبر. إيش الطواف؟ بسم الله والله أكبر. بسم الله أكبر. بسم الله والله أكبر. بسم الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا ربك الحمد، اللهم أبدلها خيرا من دارها وأهلا من أخي أهلها، وزوجها خير من زوجها يا رب العالمين. اللهم اكرم منزلها وبرد ترابها، اللهم ان كان محسن باذن الله مرجع حسناتها، وان كان غير ذلك فجازه اللهم عن سيئاتها. اللهم زد حسناتها يا رب العالمين، اللهم تجاوز اللهم عن سيئاتها يا رب العالمين. لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين، وانت ارحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها يا رحيم، اللهم ترابها واشر حسابها يا رب العالمين. اللهم اصل الماء الثلج والبرد، ونقيها من خطايا كما نقى الثوب من الدنس. لا اله الا انت، سبحانك الظالمين، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اللهم اجعل قبرها روضه من رياض الجنه، ما تجعل حفظها من النيران يا رب العالمين. لا اله الا انت، سبحانك الظالمين، وانت ارحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها بترابها يا رب العالمين. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ثبت عند السؤال، اللهم ثبت عند السؤال على كلمه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم رب الناس اذهب بأسه، انت الشافي، لا شفاء لا شفاءك، شفاء لا غدر سقمه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان تشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. لا اله الا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا اله الا الله، نرجو من الله هاي العمره لوجه الله تعالى، هاي العمره لوجه الله تعالى، نرجو من الله القبول، نرجو من الله القبول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رب اغفر لي والوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مجيب الأسرار، ثبت قلبنا على دينك وعلى الإيمان. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن طاعتك من غافلين. رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا